وبركاته. نحييكم أجمل تحية من النادي الكويتي لسباق الليجن، ونحن بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من النادي الكويتي لسباق الليجن، ونحن نستهل معكم فعاليات السباق الـ20 للنادي الكويتي لسباق الليجن، والذي يسعدنا أن يشرفنا فيه اليوم سعادة الشيخ عبد الله إبراهيم الدعيج الصباح وضيوفه الكرام. الميراث سعود ابو حمد الفهادي مع المركز الثالث، المركز الرابع خير المقبل بالزهر العجمي من تجول على المركز الرابع في هذا الشوط. اذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، من يصلنا في المركز الخامس؟ هناك الشاهنية لراشد بن مقبل العجمي مع المركز الخامس. انتقل بدوري مع المركز السادس اللي تصل في هذه اللحظات، الغزي اللي مشعل بن بجاش العجمي، وانت تتواجد على المركز السادس. المركز السابع بشاير تعود مثلية السيد احتلام الفهد بن سقر المحشوري من تحتل سابع المراكز. المركز الثامن هناك منتصر، هناك شعاع لمشعل بن بجاش العجمي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، وهناك الجائزة لهذا الشوط كاس النادي الكويتي لسباق الهجن لصاحب المركز الاول في هذا الشوط، في هذا الحدث الهام الذي في منافسة على ارضية ميدان الشهيد الشيخ فهد احمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب الله ثراه. اذا لازلنا متواصلين ومع الاخوة المشاركين في هذا الشوط. يا سلام الميراج من غيرت لسعود ابو حمد الفهادي مع المركز الاول. المركز الثاني خيره لمقبل بن زاهد العجمي، هي من تحتل ثاني المراكز. المركز الثالث يا سلام، هناك الحاكمه على المركز الثالث لمسفر مبخوت العجمي مع المركز الثالث. المركز الرابع هناك شجاعه لحسين بن عزيز المطيري مع المركز الرابع. المركز الخامس تصل الشاهنيه لراشد بن مقبل العجمي مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان للخمسه المراكز الاولى التي تنطلق بهذه المنافسه القويه والمبدعه لشعارات الاخوه الملاك الذين دائما يتواجدون بهذه المنافسه، هذه المنافسه المشرفه. اذا ها هو الشوط الاول، ها هو الشوط الرئيسي، شوط الكاس كاس النادي الكويتي لسباق الهجن لصاحب المركز الاول
في هذا الشوط بهذه المنافسة القوية والمبدعة مع هذه الشعارات، شعارة الأخوة الملاك الذين دائما يبرزوا هذه الرياضة، رياضة الهجن العربية الأصيلة، رياضة الآباء والأجداد. إذا أعود مع الخمس المراكز الأولى، أعود مع المنافسة، المنافسة القوية لهذه الشعارات، لهذه الشعارات، شعارات الأخوة الملاك الذين دائما ينطلقوا مع هذه الرياضة. إذا هناك المنافسة، هناك التغيرات، هناك من غير على المركز الأول، هناك خيرة لمجد بن زاهد العجمي مع المركز الأول، المركز الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام، هناك الميراج سعود ابو حمد الفهادي يا اخويا فلاح، تابع تابع الشعارات المشاركه مع هذه الانطلاقه. هناك من يغير على المركز الثاني، شجاعه شجاعه الحسين بن حديد المطيري مع المركز الثاني، هي من غيرت متابعه من نايف بن حديد اللي تابع شجاعه اللي على المركز الثاني. المركز الثالث من تغيرت، الشاهينيه 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 لمقبل مقبل مرزوق العجمي مع المركز الثالث، او راشد بن مقبل العجمي مع المركز الثالث. المركز الرابع هناك من غير الميراج للسيد سعود ابو حمد الفهادي مع المركز الرابع. المركز الخامس تصل الحاكمه، الحاكمه المثل المبخوت العجمي هي من تحتل المركز الخامس، راح الكايده. الله يا سلام. اذا مشاهدينا متابعينا الكرام، علامه الالف وثمانية متر الأخيرة اللي تتبقى على نهاية الشوط. إذا شوط الكاس، شوط الكاس، شوط الرئيسي، شوط الشعارات القوية المبدعة للأخوة الملاك المتواجدين في هذا الشوط. يا ترى من سيحصل على المركز الأول؟ من سيحصل على المركز الأول؟ الشاهنية بالفعل هي من غير لمقبل راس من مقبل بن مرزوق العجمي مع المركز الأول. المركز الثاني هناك تصل الميراج، عادة الميراج لتعيد حقوقها المسلوبة مع المقدمة. هناك الميراج سعود أبو حمد الفهادي مع المركز الثاني. المركز الثالث الحاكمة لمثل مرخوت العجمي. المركز الرابع من تصل، هناك شجاع الحسين بن عزيز المطيري على المركز الرابع. ايضا هناك الخامسة خيرة لمقبل زاهد العجمي من تحتل المركز الخامس. هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا، علامة الالف ومئتين متر، علامة الالف ومئتين متر الاخيرة على خط النهاية. يا سلام يا سلام. اذا المنافسة اقوى واروع مع هذه الشعارات، مع هذه الشعارات، الشعارات المتميزة، الشعارات التي دائما تتميز مع الأخوة الملاك المشاركين. إذن الكيل الأخير، الكيل الأخير، كيلو حسم الأمور. إذن هناك شوط الكاس، شوط الكاس. يا سلام، الميراج 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 والشاهينية، الميراج والشاهينية، الشاهينية والميراج. يلا يا اخويا فلاح، يلا يا اخويا فلاح، يلا يا راعي، يلا يا راعي النسمي والنسمية، يلا يا راعي النسمي والنسمية. اذا اللحظات الاخيرة، المنافسة، القوة والابداع مع هذه الشعارات. لا زالت الشاهينية لسيد راشد بن مقبل العجمي مع المركز الاول، ولكن ولكن عادت، عادت الميراج، عادت الميراج مرة اخرى الى مقدمة الشوط، الى المنافسة، الى الابداع المتميز لهذه الشعارات، شعارة الاخوة الملوك. يا سلام. اذا الشاهينية غيرت، الشاهينية انطلقت، الشاهينية الى خط النهاية، محلة الفوز والناموس مع هذا الشوط، الشوط الرئيسي، الشوط الرئيسي، وعلى كاس النادي الكويتي لانتباق الهجن. اذا تهانينا، الف مبروك لراشد المقبل بن مرزوق العجمي على فوز الشاهينية في المركز الاول وحصولها على كاس النادي الكويتي لانتباق الهجن. هذه لحظات الوصول، هذه لحظات الوصول الى خط النهاية، معلنة الفوز والناموس في هذا الشوط. تهانينا، الف مبروك لراشد المقبل بن مرزوق العجمي على فوز الشاهينية في المركز الأول. المركز الثاني الميراج سعود أبو حمد الفهادي، المركز الثالث خيرة لمقبل زاهد العجمي، المركز الرابع شجاعة لحسين بن عزيز المطيري، المركز الخامس
الحاكمة لمستر مبخوت العجمي. إذا تهانينا ألف مبروك للسيد مقبل راس من مقبل العجمي على فوز الشاهنية في المركز الأول لحصولها على هذا الشوط. إذا نستودعكم الله مع الشوط القادم. راشد مقبل مرزوق العجمي على فوز الشاهنية